بتدير الدوري أدانت نفسها من غير ما تحس. بمعنى؟ بمعنى إن الزمالك أول لما امتنع أو اعتذر أو رفض أو انسحب، سميها زي ما تسميها، مش بصدد خالص الوقوف على المسمى، إنه يخوض مباراة الأهلي وتاني يوم يطلع جدول المؤجلات بكل المباريات. الله، يعني أنت كنت قادر تعلن عن جدول المباريات لولا إن الزمالك امتنع ولولا إن الزمالك اعترض، فطلعت الجدول بعد 24 ساعة بكل المؤجلات. طب ما أنت طالما كنت قادر تعمل كده، ليه كنت بتنقط أندية الدوري؟ خدوا أسبوعين، خدوا ثلاثة. على فكرة يا جماعة، في أجهزة فنية بتبقى عاوزة تعرف، عاوزة تعرف أنا هلعب إمتى، علشان زي مثلا مارسيل كولر النهاردة ريح هاني إدى لخالد، عشان هو عارف إن هو بيلعب قدامه جدول، قدامه جدول، وعشان هو بيلعب جمعه وهيلعب الاثنين، ولا هيقدر يدي تمرين بكره استشفى، ولا هيقدر يدي تمرين لحد تقيل، لان يوم الاثنين ماتش. فالراجل عاوز يعرف. عظيم. ما تعرفوا الانديه عشان تعرف تشتغل بصوره علميه، وده هيريح وهدي ده في الماتش ده وهدخر ده للماتش ده. فطبعا اتحاد الكوره اثبت انه مقصر في حاجات، طالما كنت قادر انك تعلن عن الجدول. سيزو، شايف ازاي الموقف من وجهه نظرك انه الزمالك النهارده بينزل بيان بيقول انا هلعب تمام خلاص؟ والله هو يمكن الزمالك ليه قصه لوحده كده، ممكن فعلا نتكلم عليها لاحقا، بس انا واقف اكتر عند الصوره الوحشه اللي احنا مصدرينها، يعني صوره ان ماتش اهلي وزمالك ما بيتلعبش، صوره الجدول اللي نزل بعدها بيومين زي كان الجدول ده كان مستخبي أو احنا ما كناش جاهزين، بس لما انتوا ضغطتوا علينا شويه قمنا مجهزينه. الصوره الوحشه هي اللي متصدره قوي عن الكوره في مصر دلوقتي. وانا كنت يعني ابتديت احس بعد اللي حصل بقرار الانسحاب وبعدين قرار الرجوع ان المساله كلها عبثيه، يعني ما فيهاش حاجه منطقيه اصلا، عشان اتعامل معاها بجديه من الاخر يعني. فابتديت اسال نفسي، هو العبث في ايه تحديدا؟ يعني العبث يعني مثلا ان انا اقعد افكر ان 70,000 دولار اللي راحوا لطقم التحكيم اللي جاي يشرب شاي وقهوه وزاروا الهرم ده 3.5 مليون جنيه تقريبا. لو عينت 10 موظفين مرتب كل واحد فيهم 25,000 جنيه هيكفيهم سنه. حلو. ال10 موظفين دول يخشوا لجنه المسابقات ويخشوا رابطه الدوري، واحد فيهم يبقى مسؤول عن التحكيم فما يحصلش المشهد بتاع عبد الله السعيد وزيزو وضربه الجزاء، واحد فيهم يخش في الامور الفنيه فما يحصلش ان الراجل تروح عليه نومه فما يروحش يسلم رجل المباراه، واحد فيهم يبقى مسؤول عن الامن لان دي اللجان الشرعيه اللي اصلا المفترض بتبقى موجوده في كل ماتش بس مش موجوده عندنا، واحد فيهم يبقى مسؤول عن الامن فما يحصلش المشهد بتاع سبورتنج وحرس الحدود، واحد فيهم يبقى مسؤول منسق عامل المباراه فما يحصلش ان كوبس الكهرباء يضرب وما نبقاش عارفين ده ماس ولا دي حد بيشوي كفته، يبقى عندنا مشهد محترم بنفس الفلوس اللي خدها الحكام راحوا وتسحوا بيها في الاهرامات. الله يا ابني انت راجل بريء، فنبقى منظرنا محترم ونبقى مبسوطين. صح. 3 مليون وبتاع و3 مليون كده زي دي 25,000 كل واحد، فبالتالي 10 موظفين، فاهم؟ فهي الشغلانه الكوره ابتدت تبقى محتاجه لموظفين متعلمين كويسين عددهم كبير، وده دخلني بقى في حته ان الله، طب ما تيجي كده نبص اكتبوا يا جماعه، بلاش نعمل سيرش، يعني بلاش نعملها كده. ماشي. بس انا كنت عملت سيرش على عملت بحث عن رابطه الدوري الانجليزي، وعملت بحث عن رابطه الدوري الاسباني، عشان ابص على قائمه الاسماء. فالقائمه بتاعت الاسماء بتبقى نازله رابطه ب 18 رئيس لجنه في الرابطه. عظيم. حلو. الدوري الانجليزي شرحه مكتوب، عدد الموظفين مكتوب، الايميل مكتوب، كل كبيره وصغيره مكتوب، السي في بتاع كل واحد فيهم. اكتب بقى رابطه الانديه المصريه، هتخش هتلاقي كده، عارف، صور بقى زي بالظبط الصور دي، عادل امام، محمود الجوهري، سيد نكاوي، عبد الحليم حافظ، مع كامل الاحترام للاسماء، بس لا دول لجان ولا دول متخصصين في حاجه معينه، هم رابطه شرفيه جميله ليها وجهها، بس مش موظفين، فبالتالي المشهد ما فيهوش موظفين، ما فيهوش انضباط من اي نوع يعني. عمر، لا هو يعني انا هتفق مع عز في حاجات كتير جدا، بس لو رحت للزمالك في الاول انا هقول ان الزمالك ألقى حجر